منال حبيبتي، يعني انا حلوه شنطه كل هالشنطه؟ الله وكيلك لو الجماعه ما طلعوا اكابر كنت مت بالجنينه. منال انا ما انا بحبك وب... منال ما... اسمعيني ب... من... لا ماما اوقعك، عم تسكري بوشي. ماشي بعت لها فويس. منال حبيبتي عم تسكري الخط بوشي، انا بحبك وبوت عليكي، انا ما في حدا اهم منك بحياتي، بس تعرفي الحقيقه رح تعرفي قديش انا بحبك يا منال، بحبك عليك يا عقيره. نحكي مع نور ونبعث لها فويس. نور حبيبتي، بس تتذكري الايام الحلوه اللي عشناها انا وياكي سوا، رح تتأكدي إنك الأولى بحياتي. نور، صحيح أنا كذبت عليكي، بس أنا كذبت عليكي كذبة لسبب نبيل وسامي. نور، أنت النور اللي مضوي حياتي كلها، بحبك. شو بدنا نقول لها هي كمان؟ فدوى حبيبتي، تتذكري وقت ما انقرطت ايدك بالباب وبالعلامة كنتي عاملة لون فرنش وانا بحبه كتير، اخدتك من مستشفى لمستشفى، حطيتك على ظهري، فوتك من غرفة لغرفة، كنت مستعد افديكي بروحي. انا صحيح كذبت، بس الكذبة كان إلى اسبابها وظروفها. ما بقدر احكي، انا كتير تعبان. نزعنا الموبايل اللي عندي بكون. دخل، انا ملعيني من الجناية، بس حتدخل. خير يا جماعة، خير خير. شو في؟ مين هذا؟ المستأجر. أنا المستأجر الجديد، بحب أعرفكم عن حضرتي، أنا اسمي هيثم أبو شوكي، وأنا عندي باع طويل بكل هاي القصص، يعني أي خدمة أي قصة من عيني هاي قبل هاي. يعني بتقدر تساعدني وتلاقي لي محامي شاطر؟ ثلاثة. لك شو محامي ما محامي، فضائل طلوع الله أحد. أمي متى ما القصة صافية محامي معناها رح توصل للطلاق. لا أمي شو طلاق؟ أنا ما بدي طلق أسمعي. لكن شو بدي؟ بدي لفع له تهمة، خليه يتشنطط بالحبوس كم سنة، بعدين أنا بعرف كيف عيش حياتي معه. انت شكلك رح تمحي له ماضيه قبل ما يفكر بمستقبله. شو هالحكي لك خالي؟ شو هالحكي؟ بصير هيك نحكي قدام العالم الغرباء؟ هذا جوزك، هذا ما بصير تحكي عليه هيك، هذا بيضل جوزك وابو اولادك بالمستقبل، يعني ما بصير تسودي له وتلفقي له هذا الحكي البلا طعمه، عيب عيب قدام الناس اللي ما بنعرفهم نحكي هذا الحكي. غير هيك انت متاكده انه هو بده يتجوز ولا سمعانه حدا قايل لك، حدا طال له برغي لجوزك؟ لأنه أولادين الحرام كتار. وين؟ لا خالي شو هالحكي؟ يعني أنا شو ما مصبوط على أسكي مع مقصوفة الرقبة الشمقرين لحتى صدق؟ لك يخرب بيته، منتوف وعايف حاله، والدين عم يشرشر منه وشرشرة، كمان بده ينضرب على قلبه مرة تانية. شو قصدك أمي يعني ينضرب على قلبه مرة أولانية أنا؟ يا جماعة هيك ما حيمشي الحال، تعالوا نقعد ونحل الموضوع. تفضلوا يلا. تفضلوا. إذا شفت الشمس محجوبة بقلب حجاب، وإذا شفت القمر بتدور ناطر على باب، وإذا شفت نهارك بالليل شبك ختيار، وإذا شفت نجومك لدات وضوك محتار يا غير